الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. بس قواس مزرة، عم نقول لك مزرة فتحوا جبهة، بتعرف شو جبهة؟ ومن الحب ما قتل، 4 ضحايا نتيجة حادث عاطفي في مسجد جبيل. يعني عبد المنعم يوسف صار شماعة، كل شيء في مشاكل بوزارة الاتصالات بيرميها الوزير حتى يخبي التقصير تبعه، بيرميها عبد المنعم يوسف. لا انقطاع للإنترنت غدا بعد حل مسألة دفع المستحقات وبفعل المتابعة بين ميقات ورئيس هيئة أجير من جهة وآيميوي من جهة ثانية. معارك ضارية في دمشق وريفها، والمعارضة تحذر من مجازر في الأحياء الجنوبية. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة، دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة تنطلق في 14 من الشهر الحالي في المنارة. أهلا بكم. معركة في بلدة مسديت جبيل بطلتها فتاة وضحيتها 4 أشخاص، أما عنوانها فيتراوح بين الحب والخيانة وما بينهما. فماذا حصل في مسديت؟ تقرير سلمان العنداري. ومن الحب ما قتل، مقولة شعبية تتحول إلى حقيقة في لبنان، حيث وقع حادث فردي أدى إلى سقوط 4 ضحايا وجرح 3 آخرين في مسجد جبيل وأسبابه عاطفية. أثار الدماء والرصاص لم يمحها الليل، والأهالي رفضوا الحديث إلى الكاميرا، فالهدوء المخيم على البلدة يعكس دقة الموضوع. وفي التفاصيل، فإن المدعوة باميلا جوهري أخبرت صديقها آلان قوبة أن شابا يلاحقها باستمرار، ولدى عودتها في سيارة آلان ليلا إلى منزلها التقوا بالشاب الذي يحاول التقرب منها، فحصل تلاسن وهرج ومرج وتطور إلى إطلاق نار بعد تدخل والد آلان ميشال القوبة مستعينا بسوريين، ما أدى إلى مقتل ميشال أنطوان القوبة والشاب توني يوسف بيونس والسوري رفعت كراد، في حين أصيب كارلوس وجاد خصين والسوري خالد الأحمد بجروح. هون كتير يعني، وجيش واجت قوات ومشكلة كبيرة يعني. يعني ما توقعنا يصير انه هون بهالمنطقة هيك شغلات. ما طول عمره صاحبة الامان. بس قواس مزرة، عم نقول لك مزرة فتحوا جبهة، بتعرف شو جبهة؟ المشكلة عيلتين ببعضهم أكيد، يعني مشان مين بده يكون يعني نسوان، شغلة نسوان. المأساة لم تنتهي هنا، فبعد شيوع نبأ وفاة توني بيونس أقدم والده يوسف ذو 70 عاما على إطلاق النار على نفسه من مسدسه الحربي، فأصيب في بطنه وتوفي على الفور. فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر عملت على نقل الجثث والجرحى إلى مستشفى سيدة مارتين في جبيل. أما باميلا جوهري فأوقفت على ذمة التحقيق في سراي جبيل. المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود غانم كلف الإشراف على التحقيقات في الحادثة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية على استكمال التحقيقات لمعرفة الملابسات الكاملة للحادث. نعت قيادة الجيش العريف شرب التنوري الذي استشهد خلال عملية مداهمة عدد من المطلوبين في محلة الدار الواسعة في بعلبك. أدت الاشتباكات التي حصلت في بلدة دار الواسعة قضاء بعلبك بين الجيش اللبناني ومجموعة من المطلوبين الذين سطرت في حقهم مذكرات قضائية إلى استشهاد العريف شرب التنوري. قيادة الجيش مديرية التوجيه أوضحت في بيان ما جرى، فأشارت إلى أنه أثناء قيام دورة تابعة للجيش في دار الواسعة ببعلبك بملاحقة المدعو محمد دريد شقير المطلوب بمذكرات توقيف عدة لإقدامه في أوقات سابقة على قتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وأحد المواطنين وإطلاق النار في اتجاه القوى العسكرية والأمنية وارتكاب جرائم أخرى، بادر المطلوب إلى إطلاق النار من سلاح حربي في اتجاه الدورية ما أدى إلى استشهاد تنوري، فيما رد عناصر الدورية على النار بالمثل ما أسفر عن مقتل المدعو شقير. وقد تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص. قيادة الجيش نعت العريف شرب التنوري وهو من مواليد 1980 من قاع الريم زحلي، حائز على عدة أوسمة وتنويه قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، متأهل وله ولد واحد. وفي البقاع أيضا، تم الإفراج فجر اليوم عن الألمانيين اللذين خطفا يوم الخميس الماضي في منطقة البقاع الشمالي،
وفي التفاصيل أن الخاطفين أقدموا على عملية الخطف بعد خلاف مع المخطوفين الألمانيين على خلفية عدم تسديدهما مستحقات مالية بقيمة 5000 أورو جراء تجارة المخدرات، وما لبثوا أن أفرجوا عنهما بعدما تم دفع فدية بواسطة الويسترن يونيون بقيمة 3000 دولار، إلا أن مفرزة استقصاء بيروت في قوى الأمن الداخلي أوقفت الألمانيين في وسط بيروت بتهمة تجارة المخدرات بعد الإفراج عنهما، في حين تعمل على ملاحقة الخاطفين. أدت المتابعة والاتصالات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف من جهة وأيميوي من جهة ثانية إلى تجنيب انقطاع الإنترنت في لبنان. وقد أبلغ يوسف أيميوي استنادا إلى تعهد من الرئيس ميقاتي بأنه في حال تأخر التحويل المالي من مصر في لبنان سيسدد رئيس الحكومة المبلغ من جيبه الخاص، وأن كامل المبلغ سيكون مدفوعا قبل الأربعاء المقبل. وقد أدى ذلك إلى إلغاء احتمال انقطاع لبنان عن الخدمة بعد تلكؤ وزير الاتصالات عن الدفع منذ أشهر. التقرير لشرب العبود. لغاية في نفسه ونفس تياره السياسي ربما، تأخر وزير الاتصالات نقول الصحناوي عن سداد مستحقات لبنان للأيميوي، الأمر الذي كاد أن يحرم لبنان من الإنترنت بدءا من اليوم. متأخرا إذن استفاق الوزير وأعلن تسديد المبلغ، استفاقة حمل وزر تأخرها لمدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، الذي وحسب الإعلام القريب من صحناوي تأخر في تذكير الوزير، مع العلم أن يوسف ووفق القانون ليس المسؤول عن العلاقة مع أيميوي بناء على قرار مجلس الوزراء منذ العام 2011. وقد أصبح كمال بوفرحات ممثلا للوزارة في لجنة إدارة أيميوي. الأيميوي عندما أنشئ بشراكة من لبنان عيام وزارة رئيس السنيورة وكان فيها الوزير آنذاك مروان حمادي، لبنان كان من أول من شارك في هذا الخط العالمي لنقل المعلومات وأعطانا ساعات عظيمة. إجا أول وزير عوني شرب النحاس ورفض افتتاح مشاركة لبنان في الأيميوي، وصار في حرب على هيئة أوجيرو اللي هي ملتزمة مع الأيميوي أن تشغل هذا الخط عن طريق لبنان ومن ثم إلى العالم. وتم في حكومة الرئيس ميقاتي إلى أن اضطر ميقاتي بعد الضغط طبعا من القوى الممانعة أن يعطي وزير صحناوي كل الحق بأن يكون هو الوزارة الممثلة للبنان في الأيميوي، ولم وأخذت الصلاحيات كلها من عبد المنعم يوسف ومن أوجيرو. أوجيرو طبعا هي التي تشغل، هي اللي بتفتح الخطوط وتعطي الإيوانات وكله عن طريق أوجيرو. وبالرغم من أن لا مسؤولية ليوسف وأوجيرو في العلاقة مع أيميوي، فإن يوسف انطلاقا من الحرص على مصلحة الدولة كان قد ذكر الوزير المنهمك بالمناكفات السياسية بالموضوع منذ أيار 2013، وعاد وأبلغ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوزير المعني بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2013. يعني عبد المنعم يوسف صار شماعة، كل شيء في مشاكل وزارة الاتصالات برميها الوزير حتى يخبي التقصير تبعه برميها عبد المنعم يوسف، بس على الوزير أن يوضح أنه هذه مسؤوليته ومن مسؤولية عبد المنعم يوسف أن يدفع هذه الدفعة. أول مرة أرسل كتاب عبد المنعم يوسف وليس يعني من صلاحياته أو واجباته أن يذكر الوزير كانت 21/5/2013، يعني من 21/5/2013 لشهر 11 هناك 6 أشهر لم يقم الوزير بتسديد الواجبات عليه للأيميوي. لن يحرم لبنان من الإنترنت إذن بعد قرار تسديد المستحقات، إنجاز قد يستغله الوزير العوني ليضيفه إلى سجل إنجازاته الحافل بعدما سوق لمسؤولية يوسف في التأخير، إلا أن سفن الحقيقة الموثقة لم تجري كما أراد الوزير وتياره. وجه المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي انعقد برئاسة عمر مسقاوي كتابا إلى المفتي محمد رشيد قباني دعاه فيه إلى الاستقالة فورا. وللاطلاع على أجواء الاجتماع الذي عقد في مسجد محمد الأمين بحضور الرئيسين السنيورة وميقاتي، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك مراسلنا منير ربيع. منير، ماذا عن تفاصيل الاجتماع والمقررات؟
نعم رجب، يعني المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عقد اجتماعه الدوري في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين، وذلك بحضور عدد واسع من أعضائه وأيضا بحضور الرئيسين الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. خلاصة هذا الاجتماع تتبلور في ثلاث نقاط أساسية ومهمة، هي التمديد لولاية المجلس الإسلامي الشرعي الحالي لمدة سنة وثمانية أشهر أي إلى 30 من حزيران عام 2015. أيضا تقرر التمديد للجان المجلس إلى 30 من حزيران 2015 أي أيضا سنة وثمانية أشهر، وذلك لأسباب واقعية وموضوعية وحرصا على وحدة المسلمين ولإتمام كما سيأتي في البيان أو كما جاء في البيان، وذلك لإتمام الإصلاحات في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. أيضا ناشد المجلس مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إلى تقديم استقالته فورا، وذلك رأفة بأحوال المسلمين في لبنان. أيضا توقف المجلس عند الأحداث والتطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة طرابلس، وطالب بالإسراع في ملاحقة مرتكبي التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى وإلى سوقهم إلى العدالة. نعم منير، بأسرع وقت ممكن. منير سننتقل إلى يعني لنستمع إلى بيان المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته العادية برئاسة معالي الأستاذ عمر مصقاوي في قاعة مسجد محمد الأمين يوم السبت الواقع في 2 محرم 1435 الموافق 2/11/2013 الساعة 1 ظهرا بحضور الرئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس فؤاد السنيورة والسادة الأعضاء. وبعد المداولة في الشؤون الإسلامية والوطنية أصدر المجلس القرارات والبيان التالي: أجري اتصال بكل من دولة الرئيس سعد الدين الحريري العضو الحكمي في المجلس الشرعي والرئيس المكلف تمام سلام اللذين أكدا على جميع المواقف والإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الحالية. بدأ المجلس جلسته بتهنئة المسلمين واللبنانيين بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية والمباركة ببداية السنة الهجرية الجديدة. أولاً توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقلق شديد إزاء الأوضاع الخطيرة في مدينة طرابلس، وهو إذ يؤكد على وحدة الموقف الإسلامي والوطني من الارتكابات والجرائم الحاصلة في مدينة طرابلس والشمال منذ سنوات، وآخرها الجريمة النقراء المتمثلة في التفجيرين أمام مسجدي السلام والتقوى بعد صلاة الجمعة. فإنه يعتبر أن التباطؤ بإنهاء ملف التحقيقات بهاتين المزرتين لا يخدم إلا من يتربص بلبنان شرا ويسعى جاهدا لنشر العنف والفوضى فيه. إن طرابلس تنتظر من الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها الموقف الذي تبرهن فيه أنها سيدة على أرضها وأنها قادرة على ردع المعتدين مهما على شأنهم وعلى سوقهم للعدالة والاقتصاص منهم دون أي تباطؤ أو تواطؤ أو تردد. كما يؤكد المجلس على أنه يريد من الدولة أن تكون مع نفسها فتعاقب الجنات وتبسط الأمن وتنشر النظام في كل أرجاء لبنان وتخلص طرابلس وسائر المدن والبلدات اللبنانية من شرور السلاح والمسلحين غير الشرعيين. ثانياً، استناداً إلى قرار المجلس الشرعي المنعقد في 20/2/2009 بحضور أصحاب الدولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء وأصحاب الدولة الرؤساء السابقين
سليم الحص ونجيب ميقاتي تقرر مبدأ التمديد للمجلس الشرعي المنتهي ولايته عام 2009 لإتاحة المجال للمجلس إجراء التحقيق المالي الذي شغل الإعلام من ناحية ومن ناحية أخرى دراسة هيكلية مؤسسة الأوقاف والإفتاء. وعلى هذا الأساس تم التمديد للمجلس ابتداء من 2010 لارتباط مشروع التحديث والتطوير بأساس وظيفته في إعادة تأهيل وتحديث البنية الإدارية للمجلس أيضا. إذاك إن أعمال التحقيق في المخالفات المالية من ناحية وأعمال التحديث من ناحية أخرى قد بدأت إذاك بالاتفاق مع سماحة مفتي الجمهورية بالذات ومع أصحاب الدولة كما جاء في إفادة سماحتي أمام لجنة التحقيق المالي المعينة من أصحاب الدولة والتي كلفت بالتحقيق في المخالفات المالية وذلك بتاريخ 2 شباط 2010. وبما أن سريان التمديد للمجلس الحالي من 2010 إلى 2011 إلى 2012 قد جعل المجلس في هيئته الحاضرة جزءاً من مشروع التحقيق المالي والتطوير الإداري، وكان في كل مرة يتم التمديد للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسة يحضرها رئيس الحكومة العامل مع أحد أو أكثر من الرؤساء السابقين. وبما أن هيئة التحقيق المالي قد أنت أعمالها في 30 نيسان 2010، وبما أن الموعد المحدد في 31/12/2013 يرتبط بوعد قطعه المجلس الحالي الممدد لنفسه بإنجاز عملية التطوير والتحديث، وقد اقتضى ذلك التمديد 3 سنوات سابقاً وما طبق على السنوات الماضية يطبق اليوم على التمديد الحاضر. استناداً للقرار المبدئي رقم 25 الصادر بتاريخ 31/8/1979 والمنشور في الجريدة الرسمية والذي ينص على إعطاء الحق للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في تمديد ولايته وولاية المجالس الإدارية في الظروف الاستثنائية. وبما أن مفتي الجمهورية قد انصرف عن مسؤولياته في تسريع أعمال المجلس سواء في العام 2012 وكذلك في العام الحالي وانقلب على مشروع التطوير والتحديث، مما يجعل تمديد موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي يرتبط بموعد انتهاء هذه الأعمال ثم إجراء انتخابات تكتمل بها هيئة المجلس الشرعي وذلك بعد إجراء انتخابات المجالس الإدارية المحلية والمفتين المحليين. وبما أنه قد عطلت كل أعمال اللجنة المكلفة في العام 2012 بأعمال التطوير والتحديث، وبما أن المجلس الشرعي كان مصراً على الاستمرار في عمله لأن الاستمرار يشكل رسالة تتعلق بمستقبل المؤسسة التي تتجاوز الجميع، وبما أن المجلس الشرعي قد واجه في هذا العام قرارات تعسفية ومنها الدعوة إلى إجراء انتخابات مخالفة لقرارات مجلس شورى الدولة الناظر في الخلاف الأساسي بين المجلس الشرعي وسماحة مفتي الجمهورية، وقد أصدر مجلس شورى الدولة في هذا الصدد عدة قرارات تبطل مفاعيل قرارات أصدرها مفتي الجمهورية لأنها مخالفة للأنظمة، علماً أن سماحة مفتي الجمهورية كان قد سبق أن التزم بقرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرارات الدعوة إلى الانتخابات بتاريخ 30/12/2012، مما كان ينبغي على سماحته أن يتقيد بمفاعيل هذا القرار، إلا أن سماحته سارع إلى اتخاذ القرار رقم 37 تاريخ 4/3/2013 بالدعوة إلى الانتخابات مجدداً، ومن ثم أصدر قرارات بإعلان نتائج
انتخابات أجراها للمجلس الشرعي بغير ناخبين امتنعوا عن الحضور تقيدا بقرارات مجلس شورى الدولة، مما يجعل جميع هذه النتائج في حكم المعدومة أصلا. وبما أن سماحة المفدي كان يدرك تماما أن قرار الدعوة إلى الانتخابات وقرارات إعلان النتائج هي معدومة الأثر القانوني، إلا أنه شاء أن يدخل الدعوة إلى الانتخابات بهدف إحداث الفوضى والتفرقة بين المسلمين وضرب بنية العمل المؤسسي الإسلامي. وهكذا دخلت دار الفتوى من خلال هذه القرارات الظرفية والتعسفية في سوق السجال السياسي والإعلامي، فأخرجت المؤسسة عن دورها في وحدة مرجعيتها الدينية، كما خرج الإفتاء عن روح الجماعة التي تتجلى في مؤسسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومرجعيتها الإدارية المرتبطة برئاسة الحكومة. وأخيراً أخرج سماحته هذه المؤسسة العريقة عن وحدة الموقف في صلابة الهيئة الانتخابية وعن الأصول القانونية التي نظمها المرسوم رقم 18/55، وهي أصول حفظت للمفتي مرجعية لا تنزلق بها إلى مساءلة إدارية ومساءلة قضائية في التزام الأمانة في مسؤوليته أمام القضاء الشرعي. وبما أن الظروف الاستثنائية لا ترتبط بالظروف الأمنية فحسب، وإنما بشكل استثناء يطرأ على المؤسسة يهدد استمرارها وفق ما أدلى به التقرير المالي والإداري من تطلعات تحديث إدارية وضبط مالي. وبما أن المجلس الشرعي يستقل بمهماته بقرارات نافذة بذاتها، لذلك يقرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبالإجماع التمديد لولايته الحالية وللجانه من الأول من كانون الثاني عام 2014 ولغاية 30/6/2015، وذلك منعا من الفراغ، وليتسنى لهذا المجلس الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير للمؤسسة التي أعلن عنها المجلس، كذلك الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة للمجالس الإدارية والمحلية ولمفتي المناطق، ومن ثم انتخاب المجلس الشرعي استناداً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 في صيغته التنظيمية الجديدة. كما يقرر المجلس أيضاً وبالإجماع مناشدة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني المبادرة إلى تقديم استقالته من مهامه حرصاً على وحدة المسلمين والمصلحة الإسلامية العليا، وشكراً. شيع حزب الله في بلدة الخرايب التابعة لقضاء الزهراني أحد مقاتليه علي حسين ناصر الذي قتل في دمشق، فيما أشارت مصادر في المنطقة إلى أن ناصر قتل في تفجير المبنى التابع للواء أبو الفضل العباس الذي نسفه الثوار السوريون في منطقة البيرقدار في الريف الدمشقي منذ أيام. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. ترقب في مصر عشية البدء بمحاكمة محمد مرسي. أكثر من 30 قتيلا سقطوا بنيران كتائب الأسد، معظمهم في مجزرة ارتكبها الشبيحة في ريف حماة، في وقت حذرت المعارضة من تنفيذ قوات النظام هجوما غير مسبوق على أحياء دمشق الجنوبية وريفها الغربي. مخاوف كبيرة تصاعدت في أحياء دمشق الجنوبية وريفها الغربي بعد احتمال ارتكاب مجازر جديدة ضد المدنيين المحاصرين.
الائتلاف الوطني المعارض حذر من تنفيذ قوات النظام هجوما غير مسبوق على هذه الأحياء، لا سيما في الحجر الأسود ومخيم اليرموك والقضم، كاشفا أن عصابات الأسد حشدت عشرات الدبابات وأعدادا كبيرة من الجنود والقوات الموالية له. إلى جبهات ريف دمشق الساخنة تواصلت عمليات التصدي لمحاولات الشبيحة اقتحام دارية ومنطقة السيدة زينب، وسجلت معارك ضارية على محور التاميجو وحاجز النور، وسيطر الجيش الحر بشكل كامل على حاجز أوتوستراد السلام وقطع طريق الكنيطرة، وسط قصف عشوائي طاول القلمون والمعظمية والغوطة والزبداني. الطيران الحربي أغار على المنازل السكنية في حي طريق السد وعثمان في درع المحطة، وانهالت القذائف المدفعية على أحياء صيدا وتسيل ودرع البلد، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. إلى الوسط السوري وتحديدا في حمص وريفها تساقطت القذائف على قلعة الحصن وتلبيسة والدار الكبيرة والحولة والغنت والرستن. القصف تواصل على لطامنة ومولك وكفرزيتا في حماة، حيث ارتكب الشبيحة مجزرة جديدة في بلدة تريمسي في الريف، فيما استهدف الثوار المزيد من دبابات كتائب الأسد. الله أكبر. أما أهالي دير الزور فاستيقظوا على قصف عشوائي طاول أحياء الكنامات والصناعة بالتزامن مع اشتباكات في الراشدي والرصافة والموظفين. الوضع في جبهة الشمال على حاله، الطيران الحربي أغار بالرشاشات الثقيلة على الأحياء المحررة في حلب وريفها وسط مواجهات على أكثر من جبهة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي لمجلس قيادة الثورة بريف دمشق عمر حمزة. سيد عمر، الائتلاف الوطني يحذر من هجوم غير مسبوق على أحياء دمشق الجنوبية وريفها، ما هي آخر المعلومات حول هذا الأمر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهجوم غير المسبوق بدأ منذ البارحة، مستمر اليوم، غارات جوية العنيفة على المباني السكنية جنوب العاصمة، خاصة السبينة في الريف الجنوبي، حتى أن الطيران الحربي يعني كان هناك غارة على مواقع النظام، قصف المطاحن ومنطقة العش وهي مسيطر عليها من قبل قوات الأسد وحزب الله، هذه غارة بالخطأ حدثت على ما يبدو، وأيضا إصابة للطائرة، الطائرة الحربية التي كانت تغير بالمضادات الأرضية للجيش الحر. الاشتباكات العنيفة والطاحنة بين المجاهدين والميليشيات العراقية ولواء أبو الفضل العباس في ظل القصف العنيف والغير مسبوق والغطاء الناري بالمدفعية الثقيلة والدبابات. أيضا لدينا في حجيرة البلد لا زالت الاشتباكات مستمرة وارتقاء شهيدين منذ قليل وعدد من الجرحى. مشافي جنوب العاصمة عموما تعلن شبه عجز عن استقبال حالات الجرحى، لدينا أكثر من 150 جريح اليوم والبارحة، وبالتالي هناك نقص كبير في المواد الطبية. لدينا أيضا اشتباكات اليوم على جبهة منطقة المرج في الغوطة الشرقية من محور الدير سلمان والبلالية، وفي دارية اليوم شهيد يضاف إلى سلسلة شهداء نقص الدواء والغذاء، هو الشهيد محمود الرفاعي 30 عاما، هذا رابع شهيد في دارية بنقص الدواء ونقص الغذاء، واعتصمت عشرات النساء والأطفال اليوم من داخل دارية المحاصرة للمطالب بفك الحصار. أيضا أطلق صاروخ سكود فجر اليوم أو منتصف ليل اليوم الساعة 12:30 ليلا، كما ذكرتم يعني معركة الصافات أبرز ما قام به المجاهدون نصرة للمعظمية، تحرير حواجز طريق السلام والسيطرة على تل الكابوسية وتحرير دروشة وبنايات الطحطوح، بالإضافة إلى تحرير حاجز لواء 68 وقصف بالمقابل عنيف بكل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على الريف الغربي. فيما حصيلة الاشتباكات ليلة أمس في حجيرة، صد محاولة الاقتحام، إعطاب عربة BMB، إعطاب عربة شيلكا، تدمير سيارة دوشكا، وقتل عدد من عصابات الأسد. نعم، الناطق الإعلامي لمجلس قيادة الثورة بريف دمشق عمر حمزة، شكرا لك. في المواقف، الائتلاف الوطني السوري أعلن أنه سيحدد موقفه من المشاركة في جنيف 2 في 29 الجاري خلال اجتماع في اسطنبول. وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يتحدث عن محاولات لتشويه مضمون المبادرة الروسية الأمريكية لعقد مؤتمر جنيف 2.
حذرت المعارضة السورية من إخفاء النظام بعض أسلحته الكيماوية كي يستخدمها مجددا وتحميد جهات أخرى مسؤولية استخدامها. ودعا الائتلاف الوطني السوري مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى عدم التراخي في أداء المهمات الموكلة إليهم وتجنب الرضوخ لضغط من أي كان، مؤكدا عدم جواز تفكيك هذه الأسلحة في سوريا على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن استخدامها إلى المحاكمة. وبعد أعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن كل مصانع إنتاج السلاح السوري المحظور ختمت بالشمع الأحمر بعد تفتيشها، فاجأت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الجميع بكشفها أن وزير الخارجية السورية وليد المعلم طالب في رسالة إلى المنظمة عدم تدمير كل تلك المصانع لرغبة سوريا في تحويلها إلى صناعات مدنية. وعلى خط التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف 2، رأى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن هناك محاولات لتشويه مضمون المبادرة الروسية الأمريكية لعقد المؤتمر، وشدد في ختام محادثات مع كل من وزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان في طوكيو، شدد على وجود الكثير من المحاولات الهادفة لإفشال هذه المبادرة وتشويه مضمونها وتوجيهها إلى مسار غير واقعي سيؤدي إلى مأزق. من جهته أكد وزير الخارجية اليابانية تأييد موسكو فكرة مشاركة طوكيو في جنيف 2. وبعد لقاء الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي رئيس الائتلاف أحمد الجربة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ذكر مصدر أن العربي بحث مع الجربة في الأزمة السورية وسبل انعقاد مؤتمر جنيف 2، وفي المقابل أعلن مصدر في المعارضة السورية طلب عدم ذكر اسمه أن الجربة يشترط للمشاركة في جنيف 2 تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على مرتكبي الجرائم الإنسانية من النظام السوري، وأن تتدخل الأمم المتحدة رسميا في وقف المجازر في سوريا. غادر الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي بيروت عند الساعة 9 من صباح اليوم متوجها إلى جنيف على متن طائرة خاصة، بعدما أجرى محادثات مع مسؤولين لبنانيين تناولت نتائج جولته في المنطقة والتحضيرات لمؤتمر جنيف 2. أعلنت الداخلية المصرية الانتهاء من مراجعة خطط شاملة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والقوات المصرية استخدمت حقها في الدفاع عن أمن مصر وممتلكات وأرواح المواطنين وحماية المنشآت والمتهمين وهيئة المحكمة. في المقابل دعا أنصار الرئيس المعزول إلى المشاركة في تظاهرات رفضا للانقلاب العسكري على حد تعبيرهم. ترقب حذر تعيشه مصر بانتظار محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وزارة الداخلية أعلنت أن أكثر من 20,000 ضابط ومجند يشاركون في خطة تأمين محاكمة مرسي وبقية المتهمين في معهد أمناء الشرطة في طر الأثنين المقبل. وأوضح وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم انتهاء الوزارة من مراجعة خطط شاملة لتأمين البلاد يوم محاكمة مرسي، وأكد أن القوات المسلحة ستستخدم حقها في الدفاع عن أمن الوطن وأرواح المواطنين. وأوضح إبراهيم أن الوزارة ستتصدى لأي مخططات يسعى أعضاء تنظيم الإخوان تنفيذها لإرباك المشهد أو تعطيل المحاكمة، وجزم بأن من يحاول من الإخوان اختراق المحاكمة هالك لا محالة، لأن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى الحسم على حد تعبيره. في المقابل دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى الاستمرار في التظاهر رفضا للانقلاب العسكري، وأعلن عن تنظيم مظاهرة اليوم أمام دار القضاء العالي في القاهرة، وذلك في إطار أسبوع محاكمة إرادة الشعب الذي يسبق محاكمة مرسي. نؤكد عدم إقرارنا أو اعترافنا بهذه المحاكمة شكلا وموضوعا. وجدد التحالف تحذيره من المساس بالرئيس المعزول، وحمل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب مرسي. وفي شأن مصري آخر، أثار قرار منع برنامج باسم يوسف الساخر البرنامج الكثير من الجدل في مصر وردود أفعال غاضبة في اتجاهات مختلفة. أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية قال إن مؤسسة الرئاسة تحترم حرية الرأي والتعبير، موضحا أن إيقاف بعض المحطات أو القنوات لأي من برامجها هو مسألة داخلية. ومن جانبه قال الدكتور محمد
محمد البرادعي المستشار السابق لرئيس الجمهورية تعليقا على قرار قناة سي بي سي المصرية بوقف عرض البرنامج، قال إن حرية التعبير هي أم الحريات، وإذا اقتصرت على من نتفق معهم فهي شعار أجوف. وإلى ذلك أبدى الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج آخر النهار قلقه بعد وقف عرض برنامج يوسف. بدورها أعلنت حركة شباب 6 أبريل مقاطعة قناة سي بي سي بسبب تحديها لحرية الرأي ومحاولتها المستميتة لإرضاء السلطة والتقرب منها. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل. المواطنون في قصر بعبدة مجددا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. 4 ضحايا نتيجة حادث عاطفي في مسجد الجبيل. لا انقطاع للإنترنت غدا بعد حل مسألة دفع المستحقات. المعارضة السورية تحذر من مجازر في الأحياء الجنوبية لدمشق. بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع وفد من الكونغرس الأمريكي يرافقه السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل الأوضاع السياسية العامة محليا إقليميا ودوليا. جعجع أكد أمام الوفد ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة السورية في أسرع وقت ممكن بما يضمن للشعب السوري دولة مدنية وديمقراطية وحرة. وطلب جعجع من الوفد وجوب استمرار واشنطن في دعمها للدولة اللبنانية حتى تستطيع القيام بواجباتها، ولا سيما تجاه أزمة النازحين السوريين التي يعاني منها البلد. أقسم 194 محاميا ومحامية متدرجين اليمين القانونية أمام هيئة الاستئناف المدنية في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل. وبعد النشيد الوطني ألقى نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر كلمة شدد فيها على أن المحامي هو عصب الرسالة المهنية وهدف بقائها، مؤكدا أن المرحلة الحالية مصرية تتطلب الكثير من الجرأة والثقة والتضحيات والمناعة الأخلاقية والحصانة الذاتية. والشجاعة في المحاماة هي الانتصار للحق في أي قضية توكل إليكم وتجاهرون به. لا تقوى عليكم لا التدخلات ولا الإغراءات ولا وسائل الترهيب أو يثنيكم عنه رأي عام أو نفوذ، شرط أن تكونوا على قناعة بأن القضية التي تدافعون عنها هي قضية حق. أحبطت عناصر من دائرة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحرير الدولي محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان، وقد تم توقيف شخص يحمل جوازي سفر، الأول أمريكي باسم إليان ألف وآخر لبناني باسم عادل ألف وهو من مواليد 53، وكان الموقوف قادما من البرازيل عن طريق أبوظبي، وضبطت بحوزته كمية 9.2 كيلوغرام من الكوكايين كان يضعها ضمن حقيبتي السفر مزدوجتي القعر. في إطار سياسة الباب المفتوح، فتح القصر الجمهوري أبوابه أمام المواطنين ككل نهار سبت من أول كل شهر، حيث زارته وفود من المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس، تجولوا في أرجاء القصر وباحاته والبهو الداخلي ومكتب الرئيس وقاعات الاستقبال. رافقهم مسؤولو المراسم الذين تولوا إعطاء الشروحات المناسبة في الجولة التي انتهت بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ القصر وأقسامه. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل. طالبان باكستان اختارت خان سعيد لقيادتها. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى وقف سياسة الإقصاء في العراق، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية نور المالكي في البيت الأبيض. وأكد أوباما أن الحل السياسي هو السبيل لتحقيق الرفاهية في العراق، موضحا أنه بحث مع المالكي سبل التصدي لتنظيم القاعدة. وأفاد بيان أمريكي عراقي مشترك بأن الوفد العراقي طلب معدات أمريكية، لكنه لم يذكر إن كانت واشنطن وافقت على بيع طائرات هليكوبتر أو تسليح طائرات بدون طيار يملكها العراقيون.
اختارت حركة طالبان باكستان خان سعيد سنجا لقيادة التنظيم بعد مقتل زعيمها حكيم الله محسود في هجوم لطائرات من دون طيار أمريكية شمال وزيرستان في باكستان. وفي وقت تقرر إقامة جنازة محسود مساء اليوم في ميرانش في ميرانشاه، أفادت أنباء غير مؤكدة عن دفن محسود في مكان غير معروف. وشكل مقتل محسود ضربة لمفاوضات السلام التي تعتزم الحكومة الباكستانية بدءها مع التنظيم. في اليمن أنباء متضاربة عن وقف القتال بين جماعة الحوثي والسلفيين في قرية دماج شمال اليمن، وتظاهرات حاشدة أمام منزل الرئيس عبد رب هادي مطالبين بمحاسبة مسلحي الحوثي المدعومين من طهران. تطهير عرقي ليس بجديد، تواصل جماعة الحوثي المدعومة من طهران شمالي اليمن تنفيذه منذ أيام عبر قصف قرية دماج في محافظة صعدة ذات الأقلية السنية بالأسلحة الثقيلة والدبابات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 قتيل و250 مدنيا حتى الآن. ومع استمرار عمليات الحوثي وحصار القرية، تظاهر آلاف اليمنيين أمام منزل الرئيس عبد رب منصور هادي منددين بصمت السلطات اليمنية عن الجرائم المرتكبة. وفد من المتظاهرين يترأسه نشطاء التقى هادي وطلبوه بالضغط على جماعة الحوثي لوقف حملتها المسلحة ضد المواطنين السنة من خلال نشر السلطات اليمنية قواتها بالإضافة إلى محاسبة المهاجمين. وفي وقت أعلن مصدر عسكري توقف القتال الدائر في المنطقة، نفى المتحدث باسم السلفيين في دماج سرور الوادعي توقف عمليات القصف ومحاولات اقتحام دماج التي تعاني من وضع إنساني حرج للغاية بسبب نفاذ الأدوية والمواد الغذائية. هذا وكان الرئيس هادي دعا إلى إعادة تشكيل لجنة الوساطة الرئاسية المكلفة بحل النزاع وإنهاء التوتر، بحيث يتوجه كل فريق مدعوما بكتيبة من الجيش إلى طرف من طرفي النزاع بدماج لإيقاف إطلاق النار وتثبيته وإخلاء مواقع تمركز الأطراف المشتبكة وأحلال وحدات عسكرية بدلا عنها. تنتهي اليوم مهلة خارطة الطريق لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة التونسية، في وقت كشفت مصادر أن اسم المرشح لرئاسة الحكومة المرتقب ينحصر بين محمد الناصر وأحمد المستيري. وعشية انتهاء المهلة دعت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس إلى عقد جلسة مفاوضات بين قادة أهم القوى السياسية، وذلك للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع رفض حركة النهضة الحاكمة اختيار محمد الناصر مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة وإصرارها على مرشحها أحمد المستيري، رغم أن الأخير حصل على 4 أصوات فقط، ما قد يعني مراوحة الأزمة السياسية التونسية مكانها. قتل عنصر أمن وأصيب أشخاص آخرون بجروح في حادث إطلاق النار وقع أمس في مطار لوس أنجلوس الدولي، في حين أكدت السلطات اعتقال مطلق النار مشيرة إلى أنه تصرف بمفرده. وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن مطلق النار يبلغ من العمر 23 عاما ودخل مبنى ركاب مسلحا ببندقية رشاشة وبدأ بإطلاق النار على المرة، ثم نجح في اجتياز نقطة المراقبة قبل أن تبدأ الشرطة بمطاردته ليتم اعتقاله بعدما أصيب في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل في الرياضة. برشلونة يتغلب على إسبانيول ويعزز صدارته في الليغا. والآن إلى النشرة الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير هبة. مساء الخير يا شو. شكرا. أهلا بكم إلى نشرة الرياضة، حيث قررت اللجنة العليا المنظمة لدورة حسام الدين الحريري لكرة السلة إقامة البطولة في موعدها يوم 14 من الشهر الحالي، على أن يتم نقل المباريات من ملعب ثانوية رفيق الحريري في صيدا إلى ملعب نادي الرياضي بيروت في المنارة. يذكر أن وقائع هذه الدورة ستنقل مباشرة عبر شاشة تلفزيون المستقبل. تفتتح اليوم المرحلة السادسة من الدوري اللبناني لكرة القدم بثلاث مباريات، فيلتقي في هذه الأثناء الراسينغ مع السلام صغارتا على ملعب بيروت البلدي، كما يستضيف طرابلس فريق المبرة على ملعب طرابلس الأولمبي، بينما يلتقي العهد مع تضامن صورة على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا.
مع اقتراب موعد سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون 2013 المقرر يوم الأحد 10 تشرين الثاني المقبل، السيدة مي الخليل تؤكد الجهوزية التامة في حديث خاص لتلفزيون مستقبل. التحضيرات صارت حاضرة، يعني بعد عنا بحدود التسعة أيام الأمور اللوجستية كلها صارت هلأ عم تنوضع على الأرض. الروحية كتير حلوة، الانرجي بوزيتيف انرجي موجودة كتير، وهوني ما في إلا ما وجه شكري لللبنانيين يلي كل سنة عم بيحطوا ثقتهم كمان بنشاط جمعية بيروت ماراثون. نركض للبنان لأنه بتصور يمكن عم نمر من أصعب المراحل يلي مر فيها لبنان، يعني كان من الناحية الأمنية أو الأزمات الاقتصادية، عدم وجود السياح بلبنان، فكلنا شعرنا أنه اللبناني كله رح ينوجد بعشرة نوفمبر حتى يرجع يقول نحن بدنا نركض للبنان. أنا أتوقع أولاً أنه يكون في كسر للرقم القياسي إن شاء الله. توقعاتنا أنه الطقس يكون كمان كثير حلو، وبنفس الوقت الأجواء تكون كمان تكون كثير مميزة. أنا بوجه برجع ألف شكر وتحية لللبنانيين، وبقول إذا الطرقات بتنقطع بهالنهار هيدا منقول عذراً ويحملوا معنا، لأنه في ولادنا وفي شخصيات وفي أجانب من كل العالم، في بحدود التسعين جنسية عربية وأجنبية رح بتكون موجودة معنا عم تركض. فالطرقات أمر أنه تنقطع أمر أساسي وكتير مهم. دوليا، حسم برشلونة ديربي كاتالونيا بفوزه على جاره إسبانيول بهدف من دون رد في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبهذا الفوز رفع البارسا رصيده إلى 34 نقطة بفارق 4 نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي يلتقي أتلتيك بلباو غدا الأحد، و9 نقاط أمام ريال مدريد الذي يلتقي الليلة ريو فايكانو. انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تصريحات السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. أنشيلوتي قال وقع الضرر، مشيرا إلى أن اعتذار بلاتر لرونالدو والريال وصل متأخرا، وعلى الشخص أن يفكر في أي تصريح قبل الإدلاء به. وعن مباراة الليلة أضاف أنشيلوتي سيكون تشافي ألونزو ضمن التشكيلة الأساسية للفريق للمرة الأولى هذا الموسم. في الان بي اي تغلب مينيسوتا تيمبر وولفز على اوكلاهوما سيتي ثاندر ب 100 نقطه مقابل 81. مينيسوتا سيطر على مجريات اللاعب منذ البدايه وحافظ على تقدمه طيله ارباع اللقاء، ينهي المباراه لصالحه مستفيدا من تالق كيفن لوف باحرازه 24 نقطه. وفي ابرز النتائج التي سجلت ايضا فوز سان انطونيو سبيرز على لوس انجلوس ليكرز 91-85، وهيوستن روكيتس على دالاس مافريكس 113 مقابل 105. هذا كل شيء في الرياضة حتى الساعة، ألقاكم في المسائية. والآن إلى النشرة الجوية. طقس متقلب نسبيا عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لليوم السبت لفترة بعد الظهر الجو العام بلبنان مكمل بين قليل وغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة للسواحل، وأيضا في عنا احتمال كبير لتساقط أمطار خاففة متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية. نسبة رطوبة أدناها 50 أقصاها 75%، اتجاه رياح غربية لجنوبية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 23 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تصل اليوم نبدأ على طرابلس 26، 25 بجبيل، 26 درجة بصيدا وصور و27 العاصمة بيروت، 22 درجة بالقرعون، 24 بزحلة، 21 لبيت الدين، 14 بفقرة و15 درجة أقصاها للأرس. الختام يبقى التأخير بالعناوين. بس وقت مزرة عم نقول لك، نقول لك مزرة فتحوا جبهة، بتعرف شو جبهة؟ ومن الحب ما قتل أربعة ضحايا نتيجة حادث عاطفي في مستيتا جبيل.
يعني عبد المنعم يوسف صار شماعة، كل شيء مشاكل بوزارة الاتصالات بيرميها الوزير حتى يخبي التقصير تبعه بيرميها عبد المنعم يوسف. لا انقطاع للإنترنت غدا بعد حل مسألة دفع المستحقات وبفعل المتابعة بين ميقات ورئيس هيئة أوجيرو من جهة وآيميوي من جهة ثانية. معارك ضارية في دمشق وريفها والمعارضة تحذر من مجازر في الأحياء الجنوبية. وفي الرياضة دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة تنطلق في 14 من الشهر الحالي في المنارة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.